مشاهدينا الكرام، للمزيد حول موضوع إهدار المال العام في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ فائز الشاوش. أهلا بكم شيخ فائز. بداية، تقارير عن إهدار مليارات الدولارات من عائدات النفط، كيف ترى أداء الحكومة في بغداد في ظل هذه التقارير؟ يعني بكل تأكيد منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وبزمن وجود كل الحكومات ما قبل الاحتلال عام 2003، كل الحكومات، لأن هناك يوجد قانون لا يوجد إهدار عام لممتلكات الشعب بالدولة حتى على مستوى دينار واحد لم يتمكن مدير عام فما فوق أن يأخذ دينار من أملاك الشعب العراقي وأملاك الدولة العراقية. لكن بسبب غياب القانون بعد 2003 وبسبب هذه الديمقراطية المزيفة التي جاءتنا بتصميم عملية سياسية وفق مصالح الأمريكان والفرس، فبالتالي أصبح العراق وممتلكاته وثرواته شريعة غاب لكل من هب ودب. لا يوجد قانون ولا يوجد شخص إلا وأن يكون فاسدا في هذه الحكومات المتعاقبة بعد 2003، والدليل بأن أكثر السياسيين المشتركين في هذه الحكومات هم يصرحون دائما من خلال القنوات المتعددة، وتارة يقولون نحن الفاسدون وأولهم أنا، حيدر عبادي والمجيفي وصالح المطلق ونور المالكي والعلاق وغيرهم يعترفون بالفساد وسرقات بأبناء الشعب العراقي. طيب، وبالمقابل لا يوجد شعب موحد ويحاسب ويطلق على رؤوس هؤلاء السراق والخونة وكنسهم من العراق. شيخ فائز، إذا سمحت لي، يبقى أمام العراق مباحة لهؤلاء الشرذمة، لأن لا يوجد وحدة قرار ووحدة أيادي بين أبناء الشعب العراقي لمحاسبة السراق والفاسدين والخونة. شيخ فائز، إذا سمحت لي، النائب حسن سالم في تصريح له قال إن 700 مليار دينار عراقي مخصصة لبناء مدارس حديثة قد اختفت نتيجة طبعا الاختلاسات والفساد وما إلى ذلك. إلى أي مدى برأيك تؤثر استمرار هذه الظاهرة، قضية الاختلاسات والفساد وسرقة المال العام، على الواقع الخدمي، واقع الإعمار، واقع تقديم الخدمات أو إعادة بنائها من جديد في العراق؟ ما دام هناك كتل وأحزاب والعملية السياسية محاصصة من الوزير إلى مدير عام إلى مدير إلى وكيل وزير، لكل حزب يجب أن يكون لديه عدة شخصيات يتولون مناصب، فبالتالي لا يتمكن حزب أو كتلة سياسية أن تحاسب كتلة أو حزب آخر، لأنه القانون مفقود. عندما تكون هناك سيطرة قانونية وقانون يحاسب ودستور ثابت وليس دستور مطاط وفق المصالح الخاصة للكتل والأحزاب وشخصياتها، وهناك قد يكون حفاظ على أموال الشعب العراقي. وبالمقابل، بالإضافة إلى أنه عندما تشعر هذه الطبقة السياسية بأن هناك شعب لا يترك الهرولة وراء هؤلاء السياسيين وراء مهزلة ما يسمى لعبة الانتخابات، وأن يطرق على حساب هؤلاء وأن يزيحهم من العراق، لأن يجب على الشعب أن يؤمن بأن هذه العملية السياسية هي صممت لكتل وأحزاب جاءوا لسرقة أموال البلاد وأموال العراق، وليس من أجل هوية العراق أو وحدة العراق أو الحفاظ على ثرواته. ولكن في مقابل وجود متظاهرين، في مقابل وجود أصوات كما تفضلت، في وجود عراقيين دائما خلف هؤلاء السياسيين يحاسبونهم، يشتكون منهم، يتظاهرون، يعتصمون، ولكن دائما هناك قوات حكومية تقمع هذه التظاهرات، تحاول أن تخلص هذه السلطة من هذا الخطر، من خطر الناس التي تتظاهر. برأيك، يعني برأيك شيخ فائز، لماذا تستمر هذه التعاملات أو هذه التصرفات أو السياسة المتبعة من السلطة تجاه من يتظاهر بشكل سلمي؟ يعني وهذا تفسر بالنسبة للسياسيين، لو يحترمون الشعب العراقي، أولا استهانوا بهم طيلة 14 عام، وبعدين كان خافوا ليسرقون أموالهم ثرواتهم، وبالتالي
كلما يفتعلوا مظاهرات او تقوم مظاهرات ضد الشعب العراقي تقوم عليهم هناك ضغوطات وقمعها تحت السلاح من قبل الميليشيات ومن قبل الجيش، وبالتالي هؤلاء الجيش والميليشيات هم ابنائهم ابائهم هم المتظاهرين وعمامهم وابناء مناطقهم ومحافظاتهم، وبالتالي يجب انسحاب الجيش او عدم اخذ الاوامر من اي قائد يقوم على المظاهرات، ويجب على المظاهرات ان تتفعل في جميع انحاء العراق لانهاء هذه المهزات وانهاء هذه المجزره بالعراق. الشيخ فائز الشاووش المتحدث الرسمي وباسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لك.